السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حابة نشارك معكم طريقتي في تحضير الحرة الحامضة اللي كاع المغاربة تيبغيوها ونحماقوا عليها كاملين، وهي حاضرة معنا إن شاء الله في المائدة رمضان. وغادخل لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. نزول المقادير، عندي 200 غرام ديال اللحم اللي مقطع طريفات صغار، عندي واحد البصلة متوسطة مقطعة مزيان صغيرة، وعندي كاس ديال الحمص متوسط محيد ليه القشر ديالو، عندي كاس ديال العدس، عندي هنايا الحمص كتر من العدس، عندي واحد ربع كاس ديال الشعرية متوسطة، وعندي الزيت والدقيق كاس، وعندي 3 معالق ديال الطماطم المركزة. التوابل عندي هنايا معلقة كبيرة ديال السمن، الكركم، سكنجبير، البزار والملحة، وعندي واحد الربيطة ديال الكرافس، وماطيشة تقريبا 1.25 كيلو، ماطيشة تكون حمراء ورطبة يعني طرية. هادي المهم تجي بحال ما هكا مزيانة حمراء. وعندي واحد الربيطة ديال القزبر، القزبر عندي كتر من المعدنوس حتى هو كيجي مهم بزاف في الحريرة، والمعدنوس كنقطعو مع الكرافس كنخلطهم. ان شاء الله ندوزو لطريقة التحضير. عندي هي الطنجرة اللي تندير فيها، درت انا في الطنجرة عوض الكوكوط، درت طنجرة مزيانة كتجي حسن، تجي بحال الكوكوط، وكنخوي الزيت وكندير عليه اللحم تنقليه مزيان، كندير معاه الملحة، صافي كنتقلى مزيان. كنبقاو نحركو ونصبرو على اللحم، نعطيو شي رخاطر حتى تقريبا بهذه الطريقة تيجي يعني كيقرب يطيب، يعني راه تيجي ساهل، الحرارة ديالها كتكون واجدة مكطلبش واحد الوقت كتير. مع البصلة كتشحر، البصلة تدوب حتى هي تكون دايبة تدبل، كيجي ساهل يعني دغيا ملي كترمي هذا راه 15 دقيقة حرارتك جاهزة. هنا كنزيد الكرافس والمعدنوس تقريبا واحد 3 معالق كبار، وكنزيد مطيشة، التوابل، صافي كيتشحر كلشي مزيان مزيان. هنا ملي كيتشحر ليا القوام كنزيد الحمص، صافي كنحركو مزيان حتى في القوام، وكنغطي عليه واحد تقريبا 5 دقائق. هنايا كنزيد العدس اللي كدوز 5 دقائق، كنزيد العدس، صافي كنحرك مزيان، صافي كندير الماء الكافي. انا درت هنايا جوج طرونس، صافي تنغطيه تنخليه يطيب. هنا ملي كنديروا الماء صافي تنغطي الطنجره وتنخلي الحراره ديالي كطيب واحد 15 دقيقه. من بعد ملي كدوز 15 دقيقه عاد باش كندوروا الحريره. في هذه المرحله هذه كنزيد داك الكاس ديال الدقيق اللي عندي، وكندير فيه كاس ونص ديال الماء، وكنطربو بالطراب اليدوي مزيان باش ما يبقاوش باش ما يتكورش ولا شي حاجه. المبتدئات يعني لا في هذه المرحله هذه جو مزيان، الى شكوا فيه شي حاجه يصفيوه. من بعد كنزيد طماطم مركزة تقريبا 2 معالق كبار، وكنطربهم مزيان مزيان يعني حتى ينسجموا مزيان. صافي هنا كنزيد هو انسجم مزيان، كنزيد قزبر اللي هو 3 معالق كبار، وكندير نص حامضه، وكنحرك مزيان مزيان مزيان.
صافي ملي كطيب الحراك كطيب اللحم والحمص وداكشي راه صافي كندورها دابا. صافي كنبقى نزيد هذاك الدقيق اللي درتو سميتو مطيشه وكنبقى نديرو غير بالتدريج بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. اهم حاجه تجي الحريره في القياس، ما تكونش عقده بزاف وما تكونش شاريه. صافي هنايا كنبقى ديما كتحيدش من حدا المجره، كنبقى نحرك حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هنايا كنزيد الشعريه وكنبقى نحرك واحد 5 دقائق. صافي وراي الحرة ديالنا جاهزة، كتجي صراحة بنينة بزاف ورائعة. جربوها وان شاء الله غتعجبكم. وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو، شكرا لكم على دعم القناة، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. والله يحفظكم، الله يخطيكم عليا، ولا فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.